بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أحبائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم أخبار بلدنا. النهاردة بعون الله وبفضله أولى حلقات الموسم الثالث من برنامج أخبار بلدنا، طبعا في إطار تدعيم البرنامج، وقبل تدعيم البرنامج تدعيم الدولة للمشروعات والإنتاج المحلي وترشيد والحس على ترشيد في موضوع الاستيراد. النهاردة احنا في ضيافتنا شركة أماكير لمستحضرات التجميل. في البداية برحب بالدكتور علاء غزال مدير التسويق. أهلا بحضرتك يا دكتور علاء. أهلا بيك أستاذ، منورنا النهاردة في الاستوديو. ربنا يخليك يا دكتور. وبرحب بالدكتور أحمد فؤاد مدير التطوير. أهلا بحضرتك يا دكتور. يعني أنتم منورنا النهاردة بجد. وحاجة يعني قبل ما أبدأ خالص، يعني أنا سألت على الشركة، والشركة ما شاء الله حاجة مشرفة وحاجة واجهة فعلا للصناعة المحلية اللي احنا نفتخر بيها. خليونا نبدأ. استسمحك يا دكتور أحمد، هبدأ مع الدكتور علاء. دكتور علاء، يعني حضرتك مدير التسويق في الشركة. طيب يعني في البداية أحب أعرف طبيعة الشركة ومنتجات الشركة في أماكير. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بداية بشكر حضرتك أستاذ سيد على وبرنامج أخبار بلد. يا رب يخليك دكتور علاء، أنت حضرتك منورنا النهاردة والله. ربنا يخليك على حسن الاستقبال والتنظيم الجميل يعني. ربنا يخليك يا دكتور. بالنسبة لشركة أماكير، احنا عندنا حاليا أولا شركة متخصصة في مستحضرات التجميل. تمام. حاليا عندنا حوالي 20 صنف مسجلة في وزارة الصحة. بدأنا ننزل في السوق بصنفين، صنف اسمه وايت بيل ده لتفتيح البشرة، وشيا جولد ده مرطب للجلد. تمام. ده في الوقت الحالي كبداية لمنتجات الشركة. بالظبط. وجاري تصنيع 5 أصناف، 2 للشعر و3 للجلد، دول حاليا في التصنيع. طيب دكتور، يعني طبيعة المنتجات التفتيح والعناية بالبشرة دي بتختلف يعني في موضوع في حتة الموسم نفسه من الصيف للشتاء؟ يعني في منتج من المنتجات اللي معانا ده مثلا بنستعمله الصبح بنستعمله بالليل؟ لو استعملناه الصبح مثلا بيحتاج معاه بديل او مساعد صن بلوك مثلا عشان الشمس او كده؟ هو بالنسبه لحضرتك الوايت بيل، احنا الصنفين بيستخدموا الصبح وبالليل. تمام. الميزه عندنا في الوايت بيل ككريم تفتيح ان هو بيستخدم الصبح وبالليل، لان احنا استخدمنا فيه احدث ماده مستخدمه عالميا لتفتيح البشره، وهي ماده اسمها الديرما وايت. تمام. بيميزها عن معظم الحاجات اللي موجوده في السوق ان هي بتستخدم صبح وبالليل. معظم المنتجات اللي موجوده في السوق فيها ماده اسمها كوجيك اسيد، دي ما ينفعش الناس تستخدم الصبح، فبتستخدم بالليل بس. تمام. دي بتدي ميزه للوايت بيل ان احنا بنستخدمه مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. تمام. بس حضرتك عارف معظم البنات والسيدات هم لازم يستخدموا حاجه مع بالظبط. هم عارفين ان هم اثناء فتره النهار ان هم لازم يستخدموا واقي الشمس مثلا. مع تمام. طيب. لان ما ينفعش ان انا احط مثلا وايت بيل كريم ان انا افتح بيه البشره وبعدين اتعرض للشمس يحصل يعني غمقان او ترجع البشره تاني غامقه. طيب. انا ما عملتش حاجه. طيب. بس عشان اضمن الفاعليه ان انا بحط مره الصبح ومره بالليل، مره الصبح دي بستخدم معاه واقي الشمس اثناء تعرض البشره للشمس. لو اللي استعمل المستحضر نفسه خرج بره في الشمس، لو خرج بره في الشمس. انما لو مثلا بنت او سيده داخل البيت ما تعرضش للشمس مفيش مشكله خالص، ما يحتاجش ان انا استخدم واقي الشمس. تمام. طيب دكتور احمد، يعني برضو حابب اعرف من حضرتك، اتعرف اكتر برضو على أماكير وعلى نطاق الجغرافي. هي طبعا شركه أماكير دي شركه متخصصه في مستحضرات الطبيه، خاصه مستحضرات اللي هي للبشره والعنايه بالبشره، ومتخصصة في العناية بالشعر. احنا عندنا لاين كبير في بالنسبة للبشرة، سواء بالنسبة لحالات البقع السنية او التجاعيد، او بالنسبة لحالات جفاف البشرة. مش بس كده حضرتك، عندنا لاين كامل لحب الشباب. تمام. بالاضافة ان احنا برضو عندنا لاين كامل للشعر. فاحنا عندنا مستحضرات كتير، بس احنا طبعا بننزل كل فترة كل كوارتر يعني البرودكت اللي هو بيبقى اتسجل وبيبقى جاهز. تمام. بالنسبة للتوزيع الجغرافي،
احنا الحمد لله يعني دلوقتي بالنسبه للقاهره الكبرى، القاهره والجيزه يعني افيلابل، متواجدين في كل الصيدليات وكده. بالنسبه للاسكندريه برضو موجودين هنا. محافظه الصعيد، معظم محافظات الصعيد بين متواجدين، فده احنا متواجدين تقريبا على مستوى محافظات مصر. احنا يعني ان شاء الله كل كوارتر بنصنع زي ما قلت لحضرتك مستحضر جديد، اللي بيه هيبقى لينا في خلال سنتين عندنا 20 مستحضر خلال الفتره ان شاء الله. ان شاء الله دكتور. بس تعليقنا استاذ سيد على الجزئيه اللي قالها دكتور احمد، احنا سبب التاخير موضوع كورونا ولا حصل لي يعني؟ طبعا يعني هي وقفت الدنيا كلها. انت عارف حضرتك احنا يعني استلمنا البضاعه في اخر شهر 3، جه موضوع الحظ ادنى 4 و5 و6 تقريبا مفيش، كله بوسبون، كله بيأجل. فيعتبر احنا فعليا بدأنا من يوم 15/7. تمام. فبالتالي الفتره وجيزه جدا، انما لو كان الوضع الطبيعي يعني شهر 4 و5 و6 طبيعي ما حصلش موضوع الكورونا ده، كان حصل انتشار اكتر من كده وكنا غطينا الجمهوريه ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. ان شاء الله. طيب برضو دكتور علاء، انا يعني هستاذن حضرتك، يعني كتير من الناس بيشكي من يعني من الشركات في حته ما بعد البيع. تمام. يعني في كتير من الشركات هو مجرد وصول المنتج للعميل نفسه خلاص، يعني بالبلدي كده بيرفع ايده خلاص. ايه اللي بيميزنا في الحته دي، وايه هي الخدمات اللي احنا بنقدر نقدمها للعميل في فتره ما بعد البيع؟ والله ده سؤال جميل يا استاذ، يعني دي مهمه جدا، ان انا يعني اهم حاجه عندي ان انا ابيع وبعدين اتابع خدمه ما بعد البيع. اكيد. تمام. أكيد. من ناحيه ايه بقى حضرتك؟ يعني لو عميل اشترى مثلا اونلاين عن طريق الفيسبوك او الانستجرام، لازم بتابع معاه اشوف الفعاليه اخبارها ايه. لو وصلت مثلا لصيدليه ووفرت الاصناف في الصيدليه، بشوف حركه الصنف اخبارها ايه، وايه الفيدباك اللي اخده الصيدلي او المساعد الصيدلي من اللي استعمله. فدي مهمه جدا، اولا بتدي ثقه للعميل اللي هو بيستخدمه سواء اونلاين او الصيدلي اللي بيتعامل معايا، بحيث بحسسه ان انا بحس ان انا مهتم. مش مجرد ان انا ابيع وبعت بيعه وخلاص، فلازم اتابع. احنا دي اساسيه في شغلنا. تمام. يعني ولا حتى لو في حاجه نيجاتيف، يعني انا في سيده اتصلت من اسكندريه كانت بتستخدم الوايت بيل مره واحده في اليوم. تمام. وبعد اسبوعين بتقول لي ده انا لسه ما جابش نتيجه. فبقول لها حضرتك يعني، وكل يعني معظم حضرتك الشكاوي بتبقى ناتجه عن سوء استخدام او عدم درايه بالاستخدام السليم، طريقه الاستخدام المظبوطه. تمام. فكملت بعد كده اسبوعين، استخدمته مرتين في اليوم، قالت لا فرقت جامد. الاسبوعين التانيين بقى في فرق واضح في لون البشره في خلال الاسبوعين التانيين. فدي مهمه جدا، طريقه الاستخدام دي اهم حاجه. طيب دكتور علاء برضو يعني انا معلش عايز اتكلم في حاجه. انا اعرف على حد معلوماتي، يعني انا مش في المجال الطبي قوي، انما يعني في فرق ما بين المنتج اللي هو الطبيعي اكتر من الكيميكال، بياخد وقت في النتيجه بتاعته. هل الكلام ده مظبوط ولا لا؟ هو حقيقي حضرتك يعني المواد المستحضرات او المنتجات او الاصناف اللي موجوده حاليا في السوق وفيها مواد كيميائيه ممكن تجيب نتيجه يعني في نفس التوقيت بتاع الوايت بيل. بس ايه المشكله؟ مشاكلها عديده بقى. أكيد يعني أكيد التهاب في البشره وحاجات كتير. احنا الميزه عندنا في المنتجات بتاعت اماكير سواء شيا جولد او الوايت بيل، ان كلها مصنعه من مواد طبيعيه. فبالتالي عامل الامان متواجد بجانب الفاعليه. تمام. يعني احنا ما نهتمش بالامان على حساب الفاعليه. انا اقصد ان في ناس دكتور احمد، في ناس يعني بتبقى مستعجله على النتيجه. دي حقيقه. بس بتبقى مستعجلة على النتيجة. هو شوف حضرتك، بالنسبه للمنتجات في حاجات بتبقى زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان هي بتحتوي على مواد كيميائيه. تمام. في مواد ناتشورال. اكيد اكيد طبعا المواد الكيميائيه ممكن تكون اسرع شويه. اسرع شويه. السايد افكتس بتاعتها خاصه اعلى بكتير. خاصه لو حالات انت محتاج انك انت تستخدم فترات طويله. تمام. بمعنى يعني مثلا على سبيل المثال البوع الداكنه والهايبر بيجمنتيشن، عمليه البوع اللي بتكون دي محتاج انك انت شويه تقعد فتره وقت بتستخدمها. وقت. من هنا يبقى يفضل ان انا استخدم منتج طبيعي ويجيب نتائج. أكيد. عالية. أكيد. ومع ذلك احنا بالنسبة للوايت بيل احنا يعني اخر مادة فعالة نزلت، ودي احدث مادة فعالة موجودة في السوق.
اللي هي الديرما وايت دي نتائجها ايكوال تقريبا او ممكن تكون افضل كمان بالنسبه للمنتجين. ما شاء الله. وفيها طبعا سيفتي عاليه جدا يعني معدل الامان بالنسبه للبشره وكده. هو خصوصا يا دكتور ان هو التعامل مع يعني مع البشره ده بيحتاج ده تعامل خاص جدا طبعا. ومش اي منتج واي مستحضر يعني بالزبط. العميل يقدر يتعامل فيه بـ يعني هو مطمن بالظبط لان هو طبعا العميل لازم يكون حاسس بامان أكيد. وكونه بيستخدم منتج طبيعي لا يسبب له اي تحسس فده هو بيفضل اكيد طبعا اكيد حتى لو هياخد وقت اطول بالظبط بالظبط يعني حتى لو هياخد وقت اطول ومع ذلك وايت بيل يعني مع استخدامه حضرتك النتائج بتاعته بتظهر خلال اسبوعين ما شاء الله ودي يعني يعتبر نفس التوقيت تقريبا يعني تقريبا نفس التوقيت او يمكن اقل كمان تمام ما شاء الله ما شاء الله. طيب دكتور احمد يعني برضو خلينا في حته التطوير بما ان حضرتك يعني مدير تطوير في الشركه حابب برضو اعرف من حضرتك الخطط الاستراتيجيه بقى لتطوير شركه اماكير. احنا طبعا بالنسبه لاماكير يعني احنا زي ما اتكلمت مع حضرتك احنا محتاجين احنا عاملين بلان ان احنا خلال السنتين اللي جايين هيكون عندنا 20 منتج ان شاء الله بالظبط كده. فاحنا ده اللي احنا شغالين عليه ان احنا اوكي دلوقتي احنا يعني كل كوارتر هينزل من 2 برودكت او 3 برودكت خلال الفتره اللي جايه. تمام. بالنسبه لل طبعا احنا تقريبا كل المنتجات اللي احنا بننزلها على اساس ان حاجه السوق نفسه يعني ايه البرودكتس اللي السوق نفسه محتاجها. هي بالفعل احمد هي مجموعه منتقاه اساسيه ال 20 ايتم ومش بس ال 20 احنا متوقفين على ال 20 لا احنا يعني الخطه بتاعت الاستراتيجيه بتاع شركه اماكير ان احنا نوصل بكل الاصناف اللي بتحتاجها البشره للعنايه للبشره والشعر. تمام. بحيث ان احنا نغطي كل احتياجات البشره والشعر. دي حاجه. بالنسبه للنقطه الثانيه في الموضوع الاستراتيجيك يعني احنا عاملين حسابنا ان احنا اماكير في خلال اول 3 سنين هتبقى من التوب 20 على مستوى الجمهوريه. ان شاء الله. وان شاء الله في خلال 5 سنين هتبقى من التوب 5 باذن الله. ان شاء الله. دي حاجه بالاضافه الى ان احنا برضو حاجه استراتيجيك ان احنا تمثيل مصر في الاسواق العربيه والاسواق الافريقيه. الاسواق الافريقيه والاسيويه. كمان مشاركه في المعارض والمؤتمرات لان دي مهمه جدا ان انت يعني تتواصل مع العالم من خلال المعارض والمؤتمرات. وبالتالي بتعرض المنتج بتاعك ان هو بيكون خير سفير ليك في وتبادل الاراء وتبادل افكار و... طيب يعني دكتور احمد برضو يعني تصديقا على كلام الدكتور علاء يعني انا دلوقتي المنتج اللي انا بنزل بيه هو محاكاه للوقت نفسه يعني انا نزلت دلوقتي الاختيار تم على على المنتجين دول على اساس وجودي في شهر في فصل الصيف؟ لا هي مش مش بالظبط يعني بس هي جت بالصدفه كده يعني تمام. بس هو يعني زي ما حضرتك عارف مثلا سي الشيا جولد ده كريم موتشرايزنج مرطب يعني مرطب يعني مرطب بيفضل اكتر في الشتاء وصيف وشتاء بس احنا ان هو نزل في الصيف بس أكيد. طبعا شغله اكتر هيبقى في الشتاء في الشتاء بس ليه ما احنا نزل في الصيف لان برضو انت عارف زي ما حضرتك شايف الجو والحراره الجو صعب قوي جدا الجلد بيفقد نسبه رطوبه عاليه جدا تمام. فهي ملهاش يعني ان ده عشان منتج بيشتغل اكتر في الشتاء لا لان هو ليه يعني شغل كتير قوي حالات اكزيما يعني مش شرط ان هو بس الحالات جفاف البشره يعني. بس الحقيقه استاذ يعني احنا فوجئنا بصراحه احنا كنا متخيلين ان شيا جولد ككريم مرطب هيبقى سحبه قليل في الصيف لا فوجئنا لقينا سحبه عالي يعني طبعًا بصوره غير المتوقعه يعني اكتر ما كنا نتوقع هو طبيعه يعني الجو يعني الصيف بيحصل بالفعل شديد قوي كمان الحراره عاليه جدا الجلد بيفقد رطوبه طبعا يعني. طبعا طيب دكتور علاء يعني خلينا بقى نتكلم في حته يعني او الجانب التسويقي بالنسبه للشركه تمام بيتم ازاي تسويق المنتجات في شركه اماكير؟ والله حضرتك احنا يعني حاطين الخطه التسويقيه ان احنا شغالين اول حاجه اونلاين تمام حضرتك عارف طبعا اهميه الاونلاين اكيد طبعا اكيد يعني في حاليا عالميا حتى ان بيعتمد عليه اعتماد كبير من خلال طبعا الفيسبوك والانستجرام ومن خلال حتى الميديا دي مهمة جدا برضو ان احنا بنوصل للمستخدم او المستهلك تمام
بجانب طبعا ان احنا بنعمل سيدنج او بنوفر الاصناف بتاعتنا في شركات التوزيع بالنسبه للوكلاء، وكلاء في المحافظات وسلاسل الصيدليات، يعني ده اللي احنا ماشيين عليه حاليا مؤقتا يعني. طيب برضو دكتور علاء معلش انا هنتهز الفرصة برضو عشان كل مشاهدينا ومتابعينا، يعني اللي حابب المنتج متوفر فين؟ يعني لو في وكلاء او في صيدلات معتمدة مع حضرتك يعني والله يوصل المنتج ازاي؟ والله حضرتك احنا اقول لحضرتك يعني هو لو في حد عايز مثلا يشتري اونلاين تمام، بيطلب من على الفيسبوك او الانستجرام بيبقى في الصفحة الرسمية للشركة وبيبعت الريكوست بتاعه والعنوان بتاعه على الواتساب، بنتواصل معاه بنبعت له الحاجات دي، شغالين بيها من بدايه من شهر 4 تقريبا. تمام، وبرده احنا معانا ارقام تواصل، هستاذنكم يا جماعه تنزلوا لنا ارقام التواصل مع شركه اماكير على الشاشه. يمكن دي حضرتك اول حاجه، بجانب برضو ان احنا زي ما قلت حضرتك الفتره اللي فاتت دي كانت صعبه شويه، ان احنا فتره ركود على كل يعني حاجه. حضرتك عارف بيبقى كله خايف أكيد. من ان هو يحصل يعني موضوع المقابلات والحاجات دي ليها طبعا خطوره وليها ريسك كده، فكله حضرتك كان بيأجل يعني دكاتره وكده كانوا طبعا صعب ان يعني كتير من الاطباء ما كانوا هي فعلا كانت فتره صعبه على كله وفي كل المجالات والله كمان. لا السيد كمان يعني حتى كمان يعني شركات التوزيع كله مأجل، يعني حاولنا نتواصل مع شركات التوزيع والسلاسل والصيدليات فكل بيقول لا معلش يا جماعه ناجل شويه عشان تعرفين الوضع. انا بقول لحضرتك يعني هي فتره ركود من جميع الجهات فعليا يعتبر احنا بدانا من نص سبعه بعد بعد الحظر وبعد الدنيا ما فكت كده بدانا شوية. يعني دخلنا في سلاسل كبيره زي صيدليه سيف تمام، وبعد صيدليه 19 زي 11 ودي على مستوى القاهره والجيزه، بعض المحافظات زي اسكندريه برضه في سلسله محفوظ وصيدليات نور الدين ان شاء الله في اسكندريه، في محافظات زي بني سويف وفرنا في صيدليه البرج، صيدليه هادي الاسلام، صيدليه التحرير، صيدليه ابو سيف، صيدليه امراء، وجاري حاليا ان احنا في حاله المحافظات اللي هي مش بتتغطى بمندوبين احنا بنتواصل مع وكلاء بالظبط وكلاء في المحافظات هيقوموا هم بالمهمه دي كتسويق داخل المحافظه نفسها. تمام. دكتور احمد مراحل تصنيع بقى. يعني خلينا نخش في الصميم بقى كده يعني. طبعا دي مرحله بتبقى صعبه يعني جدا طبعا دي مرحله طبعا. اول حاجه طبعا بتبقى اختيار الفورمولا نفسها الفورميليشن نفسها بتاعت البرودكت. دي طبعا بتاخد وقت كتير قبل ما بنبدا ان احنا نعملها، وبعد كده وقت بتبدا تسجل في وزاره الصحه. تمام. بتاخد بقى مراحلها في وزاره الصحه في التسجيل لغايه ما بيعملوا لك عليها ابروفال او لو في تعديلات او ترجع تاني ترجع لها تاني طبعا. بعد كده وقت حضرتك اذا هم ادوا لك ابروفال عليه بتبدا بقى حضرتك تبدا تشتغل في مراحل التصنيع. من بداية الكرتون للتيوب مرحلة 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 طبعا الموضوع مجهد جدا اللي جوه طبعا وبعدين توفير المواد الخام الرو ماتيريالز كلها بتكون موفرينها في المصنع تمام، وبعد كده هو بقى بيبدأ عملية التصنيع، وطبعا قبل ما بيطرح في السوق وكده بيتاخد عينات من الباتش اللي اتعمل وتروح على وزارة الصحة بتبدا تحللها وتشوف ان هي اوكي. ده بعد مرحله التصنيع يا دكتور احمد. ما هو اول ما هو بيصنع وبعد كده بياخدوا عينه عشان يتاكد ان ده مطابق من نفس الباتش اللي هي اخدت عليها الموافقه بالظبط التركيبه بالظبط وبيعمل معاها يعني بيقارنها كده وبيعمل عليها الدراسات بتاعته كده، اذا هي اوكي مطابقه بيدي لك تصريح بانك تبيع مباشره يعني. تمام. طيب برضو يعني دكتور علاء انا في اسئله كتير قوي في موضوع التسويق، هستاذن بس حضرتك هاخد فاصل اعلاني وهرجع لحضرتك بعد الفاصل. فاصل انتظرونا ورجعنا لكم تاني يا احبائي الكرام، وفي استضافتي الدكتور احمد فؤاد مدير تطوير شركه اماكير والدكتور علاء غزال مدير تسويق شركه اماكير. دكتور علاء يعني برضو هرجع لحضرتك، ازاي بتنتقي المندوبين وممثلين شركه اماكير لصناعه المطارات؟ والله ده سؤال كويس. انت عارف حضرتك يعني عشان انا
اختار واحد يمثل الشركه يبقى هو لازم راجل يكون كواليفايد او عنده المهارات الاساسيه تمام، ويكون عنده خبره في يعني سواء المهارات الاساسيه كسيلينج سكيلز كمهارات بيعيه، او يكون عنده خبره في مجال مستحضرات التجميل. يعني احنا بصراحه نزلنا اعلانات كتير بيجي لنا اعداد ضخمه تمام، بس وليهم خبره في المبيعات بس خارج ما يعني خارج مجال مستحضرات التجميل. فاحنا بيبقى لينا شرط انه على الاقل يكون اشتغل سنه في مجال مستحضرات التجميل. اولا ده ليه بقى؟ ان هو بيمثل الشركه، ده رقم واحد. وبالتالي حقيقه يعني احنا برضه بنبقى عايزين نتائج، يعني نتائج سريعه. يعني تمام، انما واحد يعني لو عيننا واحد ما عندوش خبره في مستحضرات التجميل هياخد وقت كبير جدا جدا، وفي نفس الوقت هياخد مجهود ان انا ادربه وانزله يمثل الشركه. واوقات لو ده حصل بيبقى تمثيل مش لذيذ، يعني تمام، ان هو بيبقى يعني لسه بيبقى عنده مشاكل وعنده بعض الاخطاء اللي بتحصل. فانما لو واحد انتقينا واحد يعني واحد او واحده تمثل الشركه ويكون عندها خبره على الاقل سنه في مجال مستحضرات التجميل، ده بيكون اساسي بالنسبه للاختيار. طيب دكتور احمد بقى، يعني حته جذب العميل، يعني العميل المصري بطبيعته يعني بيحب يعرف تفاصيل، اكيد طبيعي بيحب يعرف تفاصيل طبيعي، علشان تبقى فيه جسر ثقه ما بين الشركه او ما بين مصنع المنتج او المستحضر وما بين العميل. تمام. برضو عايز اعرف من حضرتك معلش التركيبه او التفاصيل. هو طبعا زي ما قلت لحضرتك، احنا كل البرودكتس بتاعتنا بتعتمد على ان هي تكون ناتشرال. هي الفكره انك انت تجمع ما بين الحاجه المواد الخام ان هي تكون طبيعيه، وفي نفس الوقت ان هي تكون ليها الافكاسي بتاعها او التاثير بتاعها سريع. يبقى ان هي تكون ناتشرال او طبيعي، منتج مواد طبيعيه كله، فده بيدي امان للعميل اكيد. احنا عندنا حضرتك بالنسبه للوايت بيل، الوايت بيل ده عباره عن بيحتوي على عده مواد، منها الديرمويت اللي انا كلمت حضرتك عنها ان هي احدث ماده فعاله في علاج البقع السنيه او اللي هي بتاعت اعمار السن، يعني البقع الغامقه او الدارك بتاعت السكين. بالنسبه لحالات الاكني برضو او علاج حب الشباب، حب الشباب ده كتير بيشكي منه والله، بيبقى في بعد العلاج بتحس ان في سكار كده اهوت في او اللي هي البوست اكني سكارز اللي احنا بنسميها دي، برضو بتسيب اثر. كل ده احنا بنستخدم في الوايت بيل. الوايت بيل عباره عن ماده اسمها ديرما وايت، ودي مستخلص من ثلاث زهور طبيعيه ليه تأثير ثلاث اضعاف الكوجيك اسيد اللي الدكتور علاء اتكلم عنه. فمن هنا حضرتك بتظهر النتائج مع البيشنت خلال اسبوعين. مش بس كده حضرتك، ان هو بيحتوي على مجموعه فيتامينات، منها الفيتامين اي، وده زي ما حضرتك عارف ان الفيتامين اي ان هو له انتي اوكسيدنت يعني مضاد للاكسده في نفس الوقت، فبيدي شباب وحيويه للبشره. بوجود الكولاجين، الكولاجين مهم جدا للبشره اكيد فبيساعد على ان البشره تكون مشرقه وفي نفس الوقت بالظبط كده. بيمنع حضرتك كمان الخطوط اللي هي خطوط التقدم السن، اللي هي الخطوط بتاعه تقدم السن اللي هي الخطوط الدقيقه او الخطوط التعبيريه. فالكولاجين من الحاجات المهمه جدا. مش بس كده حضرتك، هو موجود فيه من ضمن المواد الفعاله اللي فيه الليكوريش او اللي هو العرقسوس، خلاصة العرقسوس. خلاصة العرقسوس دي بقى مهمة جدا. أول حاجة برضو بتمنع البقع الداكنة. مش بس كده حضرتك، إن هي بتعمل توحيد للون البشرة. يعني زي ما حضرتك عارف كل الناس اللي هم المحجبات وكده بيلبسوا بيبقى في علامة فرق في الوش مع تعرضها بالظبط كده، مع تعرضها للشمس حضرتك بتحس إن في فرق. من هنا لازم تستخدم وايت بيل. ليه؟ لان هو ده بيعمل توحيد للون البشره. تمام يعني بالظبط. في برضه حضرتك الناس والمصيف دلوقتي وكده تلاقي مشكله فعلا. بالظبط كده. هتلاقي ناس كتير قوي بتيجي من المصيف حته بيضة وحته صفرا. فمن هنا بننصحهم ان هم يستخدموا وايت بيل. ليه؟ لان هو بيعمل توحيد للون البشره، وفي نفس الوقت بيعمل تفتيح سريع للبشره. تمام. ده بالنسبه للوايت بيل.
طيب وبالنسبه للشيا جولد طبعا زي ما حضرتك عارف هو ده من كلمه من الاسم نفسه اسمه شيا جولد اللي هي زبده الشيا ودي زبده الشيا دي حاجه طبيعيه ناتشرال بتدي نسبه مويتشر عاليه او نسبه رطوبه عاليه للجلد مش بس كده حضرتك ان هي ليها انتي اوكسيدنت وانتي انفلاماتوري يعني ايه مضاد للاكسده وفي نفس الوقت لو في التهاب بسيط او كده بيشيله تمام بالاضافه ان الشيا جولد حضرتك برضو يحتوي على مجموعه من الزيوت الطبيعيه زي زيت اللوز وزيت البروفين كله طبيعي يا دكتور كلها طبيعيه بالاضافه لوجود الكولاجين برضو احنا برضو بننصح يعني زي ما حضرتك عارف حضرتك قلت لي المنتج بيناسب ان احنا ننزله صيف او شتاء تمام زي ما حضرتك عارف ان في ستاتنا في البيوت كلهم بيستخدموا لتنظيف المواد الكيميائيه يعني زي الكلور والمواد التنظيف الطبيعيه دي كلها حضرتك بتاثر عليه جفاف جدا للبشره فمن هنا احنا بننصحهم ان هم يستخدموا شيا جولد بصفه مستمره ليه لانه هيعمل لهم اكزيما يعني ان هي تبدا تحك فيها وبعد كده تعمل تحمر تمام. وبعد كده ممكن تبقى انفكتد فمن هنا احنا بننصح باستخدام الشيا جولد في كل الحالات اللي هي الجفاف البشرة بس احب في جزئيه بس يعني احنا انا عشان انزل باصناف في السوق يبقى لازم يكون عندي ميزه تنافسيه اكيد طب ايه اللي بيميز الوايت بيل عن اللي موجود في السوق لازم يكون عندي ميزه تنافسيه لسه هسالك السؤال ده تمام اتفضل يا دكتور اتفضل استعجلت انا اتفضل يا دكتور فالوايت بيل الميزه فيه التنافسيه ان هو زي دكتور احمد ما قال ان هو يعني يحتوي على احدث واقوى ماده تفتيح عالميا اللي هي الديرمويد ليه نتيجه سريعه بيجيب نتيجه سريعه في خلال اسبوعين بيبدا لون البشره يبقى افتح بيستخدم الصبح وبالليل معظم كريمات التفتيح بتستخدم بالليل بس عشان ما ينفعش انها تستخدم في النهار عشان بيحصل التهاب في الجلد بكده انا بالميزه التنافسيه بتاعتي اولا نزلت منتج طبيعي كله اكيد ليه سرعه الفاعليه بالاضافه ان سعره مناسب يعني اي صنف من اصناف اللي موجوده في السوق اللي هي الحاجات المالتي ناشونال او العالميه بتعدي 300 جنيه و 400 جنيه ويوصل 500 جنيه تمام فانا قدمت منتج محلي بينافس كواليتي عالي كواليتي عاليه جدا جدا موفر لي ثلاث حاجات اولا الفاعليه الامان والسعر المناسب تمام فده بيميزني طبعا لازم اكون انا مميز أكيد في السوق أكيد عشان أكيد هو ده اللي هيخليني ان انا اثبت نفسي واثبت وجودي ويكون ليا اسمي في السوق وانا برضو يعني بضم صوتك يا دكتور علاء ودايما انا بتكلم هنا في البرنامج على الحته دي ان احنا لازم نخلص من عقده الخواجه تمام لازم نخلص من عقده الخواجه دي حقيقة يعني احنا عندنا حاجات تنافس ويمكن افضل فعلا من المنتج المستورد الا ان احنا يعني احنا ما زلنا مصرين على حته عقده الخواجه وحته ان المستورد هو كواليتي اعلى وهو سيف اكتر هو ده ناتشورال فعلا ده حقيقه لا طب ما احنا عندنا وهي دي على فكره كانت فكره انشاء الشركه تمام ان احنا ازاي احنا كلنا يعني كتيم احنا اشتغلنا في شركات كلها مالتي ناشونال تمام وكلها شركات ديرما جلديه وكلها شركات مالتي ناشونال احنا يعني استفدنا كتير من شغلنا في الشركات اللي هي العالمية فاحنا كنا حابين ان احنا في مصر نطبق بقى نطبق بالظبط كده نطبق فهو ده اللي احنا عملناه والخطوة دي كانت مهمة جدا ان احنا نعمل كواليتي عالية جدا تمام تنافس المنتج العالمي عشان انا يعني يبقى المنتج في مصر وفي نفس الوقت حبيت ان احنا في عمليه التصدير ونفعل عمليه التصدير يبقى هي شركه اماكير خير سفير لمصر بره ودي حقيقي والله يا استاذ يعني جالنا الفيدباك ده من بعض السيدات طلبوه عن طريق الفيسبوك وهم بنفسهم مش احنا اللي اتصلنا بقى بصراحه لا ده هم اللي اتصلوا بينا واحنا بنشكركم انكم انتوا وفرتوا في السوق المصري منتج محلي وحقيقي يعني ان لم يكن زي المنتج الاجنبي لا بل تفوق عليه واحنا حتى هم كتبوا ريفيو على الفيسبوك واحنا بنفخر ان في شركه بالفعل انا قريت فعلا كده انا دخلت على صفحه الشركه ما شاء الله طيب بما ان احنا بنتكلم على حته الاستيراد وحته القاعده التنافسيه ما بين المنتج المحلي وما بين المنتج المستورد طيب احنا هل احنا استفدنا من دعم الدوله لمثل هذه المشروعات وانا يعني الفتره الاخيره دي دايما كان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما في كل لقاء ليه دايما بيحس
على حتة المنتج المحلي والتصنيع والمنافسة، وإحنا إن إحنا عايزين نعمل اكتفاء ذاتي من كل منتج؟ أكيد، وطبعا بتوجيهات الرئيس يعني عبد الفتاح السيسي إن إحنا لازم نساعد المنتج المحلي. تمام. عشان اول حاجه عشان نقلل الاستيراد، واستيراد أكيد في حاجات كتير ممكن نمنعها طبعًا. يعني منها وبعدين مصر احنا الحمد لله احنا عندنا صناعه ضوئيه قيمه جدا وعلى مستوى عالي. ده حقيقي، ده حقيقي. في كل احنا حضرتك الفاكسين بتاع الكورونا هيتصنع هنا، يعني اقصد مصر ما تمتلك بنيه تحتيه، يعني احنا عندنا القدره الفعليه ان احنا ننافس. بالظبط جدا. تمام طبعا. ده كده يا دكتور احمد احنا كده بنحارب ثقافه، مش يعني احنا ما عندناش ذنب. طبيعي احنا بنحارب ثقافه، لازم نخلص من عايز اراده، ودي احنا بصراحه شفناها في الاراده في القياده السياسيه. تمام. ان في اراده ان هم ننفذ الدعم لصناعه المنتج المحلي، وبصراحه يمكن انا باسمي ونيابه عن شركه اماكير يعني بتوجه بالشكر فعلا للقياده السياسيه والحكومه على دعمها المنتج المحلي. وده يعني تعرف حضرتك ليه مزايا كتير جدا جدا جدا. اولها ان حضرتك ان احنا دلوقتي كمان حاطين في الخطه بتاعتنا ان احنا نصدر يعني المنتجات بتاعتنا لبعض الدول العربيه، يعني زي السعوديه، الامارات، السودان، اليمن، العراق. تمام. ولينا اصدقاء هناك وجاري التواصل معاهم ان احنا نوفر الاصناف بتاعتنا هناك. هو بس في حضرتك يعني حاجتين اتفضل احنا محتاجينهم يعني خلال الفتره اللي جايه. اول حاجه ان احنا نتوسع شويه في المؤتمرات، بمعنى ان احنا دلوقتي زي مثلا مؤتمر عرب هيلث في دبي. تمام. عايزين نتوسع في المؤتمرات ديت، بمعنى عشان يسهل لي شويه ان انا الكوميونيكيشن او العلاقه اللي بيننا وبين الدول الافريقيه وكدهوت على اساس المنتج وتفتح سوق. تفتح سوق. بالظبط. فدي احنا محتاجين نتوسع فيها شويه. تمام. دي حاجه. برضو انت عارف زي ما حضرتك عارف انك انت كده الصناعه بتبقى شويه خاصة في البدايات بتكون عملية الإنتاج وكده صعبة. صعبة. ومحتاجة كوست عالي وتكلفة عالية جدا. دعم مادي سواء البيع. هو طبعا في يعني بالنسبة كونك تاخد قرض أو كده فده برضو في صعوبة خاصة في البدايات. يعني تمام. لازم تقريبا المشروع يعد عليه سنتين تقريبا. سنتين. فإحنا يعني نتخيل إن لو خلوها سنة. تمام. بعد طبعا ما بياخدوا فتره ليه؟ لان ده هيديلك هيشجعك انك هو ممكن يا دكتور احمد يعني حته السنه او سنتين. انا اسف لمقاطعتك. بس يعني هي ممكن تكون جايه من حته الاستقرار نفسه. بالظبط. يعني يكون الوضع في الشركه او في المصنع يعني الى حد ما الوضع بقى مستقر، فبيبدا يبقى فيه دعم لان هو بيحس بمصداقيه في شغله او كده. انما انا بضم برضو صوتي لصوت حضرتك ان احنا عايزين نزلل العقبات دي. بالزبط. عشان يعني عجلة التطوير دي تستمر معانا. ده طلب برضو للمسؤولين انهم يعجلوا شويه. اكيد. نخلي سنتين سنه يعني، وخصوصا اصل حضرتك برضو هم بيطلبوا الاوراق كلها. تمام. اللي بتبين استقرار الشركه. اكيد. فلو الشركه مستقره وفي تعب حضرتك في بدايه النشاط تبقى الشركه محتاجه في خلال اول سنه دعم مادي. اكيد. يعني دعم مادي لان وارد جدا جدا تحصل عقبات كتير زي ما حصل في موضوع الكورونا، فده بيأثر على نشاط الشركه. وده اي مجال يا دكتور يعني ده اي مجال بيبقى في البدايه الموضوع صعب مهم يعني جداً. مهم جدا يعني. فلو سنه بدل السنتين يبقى افضل يعني. طيب احنا بقى بالنسبه للروتين عاملين ايه في الاوراق والمخلصات والشباك الموحد والكلام ده يعني؟ والله يا سيد برضه عملنا ايه بالاجراءات؟ والله احنا برضه لينا طلب برضه يعني. اتفضل يا دكتور. يعني من المسؤولين يا ريت يعني هم يعني ياخذوا الموضوع ده يعني بعين الاعتبار يعني. اتفضل. ان حضرتك برضه موضوع الاجراءات اللي هي الورقيه والحكوميه بتاخد وقت شويه يعني. تمام. يعني بعض الشركات عشان مثلا تعدل او تضيف مثلا فرع للشركه بتاعتها ممكن تاخد اكتر من 3 شهور في المصالح الحكوميه عشان يضيف فرع. ده وعشان ده يطلع ده كان سجل روتيني. وعشان يطلع طيب. اطلع سجل جديد يعني بيعطل شغلي يعني. طب انا محتاج السجل ده في حاجات كتيره جدا. لا بيفضل طيب. السجل معلق ان انا عشان اعدل اضافه فرع او اي تعديل في نظام الشركه بياخد وقت طويل جدا، فبالتالي بيأثر على نشاط الشركه. فبرضه احنا دي بنطالب برضه ان يكون في تعجيل في اجراءات ان انا اي تعديل يحصل في
يعني سواء في عقد الشركه او سواء في السجل التجاري او الاوراق اللي هي خاصه بال يعني هيئه الاستثمار والحاجات اللي هي خاصه بالشركات يعني. اكيد يعني انا برضو بضم صوتي لصوتك يا دكتور علاء، ومش شركه اماكير بس، احنا يعني عايزين نزلل اي عقبات لاي مشروع في البدايه حقيقة. لان الموضوع فعلا بيبقى صعب على ما شركه او مصنع او كيان بحد ذاته قائم ياخد وضعه، الموضوع ما بيبقاش سهل في البدايه. لا في البدايه يعني الموضوع في البدايه بيبقى صعب، بس هو يعني الى حد ما دلوقتي احسن من ما انا عايز اقول لدكتور علاء كده بقول يعني احنا احسن من اي كتير، احسن كتير حضرتك بتتكلم في شهرين ثلاثه احنا الاول كنا بناخد سنين، احنا بنطلع ليه الاحسن كده ان شاء الله بالافضل ان شاء الله. هستاذن حضراتكم في فاصل تاني وهرجع مع حضرتك يا دكتور احمد، فاصل ونواصل. ورجعنا لكم تاني احبائي الكرام، و لسه معانا شركة أماكير لمستحضرات التجميل، وهرجع للدكتور أحمد فؤاد مدير التطوير. دكتور أحمد، حابب أعرف من حضرتك برضو العقبات في موضوع التطوير في الشركة. هو طبعا بيبقى فيه بعض العقبات خلال مراحل التصنيع، إن ساعات ممكن في بعض الأحيان إنك أنت في بعض المواد طبعا إحنا بنستوردها، تمام، ساعات تبص تلاقيها إن هي مش افيلابل او بتاخد وقت كتير. طيب دكتور هكمل بس طيب. يعني معانا تليفون بعد اذن حضرتك. معانا تليفون خبيرة البشرة والشعر دكتورة امنية كمال. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتورة، ازيك حضرتك؟ يا رب يخليك يا دكتورة. اهلا بضيوفك الكرام. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا دكتورة. عجبني جدا الحوار الممتع وشيق وشادد انتباهي جدا، واتمنى ان الحلقه يعني ناس كتير قوي تسمع حقيقي الحلقه من اولها وتشجيك عليها. ربنا يخليك يا دكتوره. الله يكرمك. اسمح لي اسال الدكتور سؤال. اتفضلي دكتور احمد مع حضرتك. اتفضلي يا فندم. لا حضرتك دكتور احمد. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. يعني هو في كذا نقطة أعرف من حضرتك عنهم حاجة، يعني أكثر حاجة بتواجه مشاكل البشرة بالنسبة للسيدات أو البنات حديثي الأزواج، مشكلة كلف الحمل اللي هي ملهاش حلول طبية ولا علاجات أو كلف الحمل. كتير بيوصفوا علاجات وكتير بيوصفوا مخدرات، وللاسف بتكون اكاذيب وهي، وخلينا صراحه انا اتعودت على الصراحه مع عملائي الصراحه. فهل عند حضرتك منتج اقدر اقول عليه ده منتج استعمليه على ضمانة الصحيه ان ده يعني يزيل اثار كلف الحمل والولاده بامان؟ تمام ماشي. في حاجه اي اسئله ثانيه يا دكتوره؟ تمام. كمان في اثار البقع السوداء واثار الحبوب، الحبوب الموسميه بتاعت حب الشباب اللي بتسيب بقع مش بتروح، بتسيب مش مجرد تصبغات، دي ليها علاج على حضرتك بمستحضرات امنه دون تقشير؟ دون تقشير. دي حاجه. الحاجه الثالثه كمان التصبغات الجلديه من اثار بقع الشمس ومن اثار الدايت، لانه في سيدات وبنات لما بعد فتره الدايت بالذات بتحصل حاله من التصبغات الجلديه بتاثر بالسلب على نفسيه السيدات والبنات جدا جدا. برضو مستحضرات كتير وحاجات كتير مش بنلاقي لها علاج، فاحنا مش بنحب نبيع للعملاء اكاذيب. تمام. اخر حاجه بس بقول لحضرتك ان المنتجات المحترمه لغه الشعوب. الصين لما حبت تتواصل مع العالم تواصلت معاهم بمنتجات تمام بالظبط، قدرت دي حقيقه توصل لكل بيت، بيت فقير بيت غني بيت متوسط. فالصين نجحت في لغه العصر، لغه المنتجات، امتى المنتج المصري يتواصل مع العالم كله، لان احنا يعني مش قليلين، المنتج المصري من اجود المنتجات في العالم كله، بس للاسف مربوط تحته ان احنا عندنا عقده الحياه. شكرا دكتوره امنيه خبيره الشعر والبشره، وان شاء الله الدكتور احمد برضه والدكتور علاء هيتواصلوا ويردوا على حضرتك. اكيد. شكرا دكتوره. هو طبعا بالنسبه اللي هي
بتتكلم في موضوع مهم جدا، موضوعين مهمين جدا فعلا. موضوع كلف الحمل، كلف الحمل تعرف حضرتك اثناء فتره الحمل وكده فبيحصل التمدد للبطن، فبيبدا يظهر علامات اللي هو بنقول عليها الكلف تحديد كده. احنا بنقدر نعتمد على الشيا جولد في حالات كلف الحمل. تمام. ليه؟ لانه بيحتوي على زبده الشيا. زبده الشيا مهمه جدا، مهمه جدا، ان هي بتزود نسبه رطوبه الجلد فبترجع الالاستيستي يعني للجلد نفسه الليوني. بالاضافه لان هي بتعيد ليونه الجلد، ان زبده الشيا نفسها بتشيل، بتعمل لنا ريمو، بتشيل يعني الخطوط الحمراء والخطوط البيضاء اللي هي عباره عن الكلف اللي هي بتشوف الشكل. معانا دكتور اتصال تاني، معلش هنكتب الاسئله ونرد كل مره واحده. تمام كده؟ طيب معانا تليفون يا جماعه. استاذه امل وجيه من الشرقيه. استاذه امل اهلا بحضرتك يا استاذ سيد. ازي حضرتك؟ استاذه امل اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، منورانا يا استاذه امل. استاذه امل وجيه من الشرقيه، جدا ربنا يخليكي. أنا سعيدة جدا بالمداخلة مع الشركة المحترمة شركة أماكير ودكتور أحمد ودكتور علاء، منورين الدنيا. شكرا يا أستاذ أمل. أنا كان عندي استفسار بسيط بس. أنا دلوقتي أنا خبيرة تجميل في الشعر والبشرة في الشرقية. تمام. وعندي بيوتي سنتر وبتعامل مع جميع أنواع البشرة، بما إن هم أصلا بيجوا لي قبل الميك اب. المفروض إن أنا بجهز البشرة مثلا بيجي لي في بقع حمراء، في حبوب، في مشاكل هالات سمراء، في كل ده بيعملي ديفوهات في الميك اب اللي انا بشتغل عليه. فالعروسه ما بتبقاش العروسه بتبقى طالعه معايا في يعني بضطر استخدم كونتراست بقى ومصححات وحاجات، فانا ببقى عايزه اعالج الحاجات دي بمنتجات علاجيه وحاجات امنه. فانا دلوقتي عايزه اسال على نسبه الامان في المنتج، عايزه حاجه تدي فعاليه يعني بسرعه شويه، علشان خاطر العروسه بتجيلي بالكتير قوي قبل الفرح باسبوعين. تمام. بتجيلي بقى عندها المشاكل زي ما قلت لحضرتك، الهالات، المسام الواسعه، توحيد البشره من الرقبه بتبقى غير بشره الوجه. تمام. تمام. فدي كلها مشاكل انا حابه اعالجها فيها. تمام. اي سؤال تاني يا استاذ امل؟ انا كمان حابه لو يسعدني طبعا ويشرفني ان انا امسك توكيل المنتجات للشرقيه. اكيد يا استاذه، يعني احنا معانا مدير التطوير ومدير التسويق استاذ علاء. شرفنا يا فندم حضرتك، يشرفنا. الشرف ليا يا فندم. وانا حضرتك ده شغلي اصلا، وانا بيجي لي عملاء كتير عندهم مشاكل، وانا بضطر ان انا انصحهم بمنتجات انا مش خبيره فيها قوي. فانا دلوقتي سمعت الحلقه من الاول وعجبني جدا الكواليتي اللي حضرتك اتكلمت فيها، ان المنتج مصري. تمام. وان انا بحب جدا المنتجات المصريه، ان انا يعني تطلع بالجوده دي وبالامانه دي، فده فخر ليا وفخر ان انا اشتغل بيها. شكرا استاذ امل. وطبعا يعني شركه اماكير تبقى يعني سعداء بانضمام حضرتك ليهم طبيعي. بالنيابه عن الدكتور احمد والدكتور علاء. نشكر حضرتك يا فندم، وان شاء الله يتم التواصل معاكي مع الدكتور علاء. ان شاء الله يتم التواصل باذن الله. بس طبعا استاذ امل عارفه ان موضوع الوكاله بيبقى محتاج اتفاقات و تمام يعني معينه كده وجاري يعني، فان شاء الله احنا نتواصل معاها بعد الهوا ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا استاذ امل، وبالتوفيق ان شاء الله مع شركه اماكير. شكرا يا استاذ امل. طيب يعني خلينا نرد على الاتصالات الاول ولا ناخد في تليفون تاني؟ طب لا ناخد التليفون يعني مش عارف كله كده. طيب معانا تليفون يا جماعه، في تليفون معانا تاني. معانا تليفون تاني. مين يا جماعه في كنترول عشان نرد بقى مره واحده كلهم؟ معلش. ماشي. معانا الاستاذه ريحاب معانا. تمام. ايوه استاذ رحاب. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام استاذ رحاب، اتفضلي. مساء الخير يا استاذ سيد. مساء النور يا فندم، اتفضلي. مساء الخير، منورين كده كلكم باذن الله. ربنا يخليك يا استاذ رحاب، اتفضلي. الله يخليك. انا كنت عايزه اسال بس، انا رحاب المنصوره فاتحه بيوتي سنتر. تمام. وبيجي لي مثلا العميله بتخش تسالني انا عايزه حاجه لتفتيح البشره، عايزه اشيل الهالات السوداء، بتستعمل منتجات كتير وما بتجيبش معاها اي نتيجه. تمام. فهي عايزه حاجه تكون مضمونه، وحاجه يعني حاجه تكون عالميه، وحاجه تكون ماركه،
وتكون بتساعد فعلا ان هي تشيل الهالات السوداء وتفتيح البشره. فهل المنتج ده فعلا آمن وفعلا هيدي النتيجه دي مع العميله؟ تمام ان شاء الله يا استاذ رحاب، ونرد على هيرد عليك الاستاذ احمد، الدكتور احمد ان شاء الله. شكرا استاذ رحاب. يعني دكتور احمد بقى يعني لا هو يعني في عجاله معلش عشان وقت البرنامج، حضرتك ترد على سؤال الدكتور امنيه وبعد. احنا بالنسبه اولا لكلف الحمل زي ما احنا اتكلمنا، ممكن حضرتك بتعتمد على الشيا جولد. الشيا جولد على اساس نسبه الشيا، زبده الشيا الموجوده في الشيا جولد هتضيع لها كل اثار الكلف اللي موجوده اثناء الحمل. طيب دكتور معلش انا بس عشان وقت البرنامج يعني انا تهالي يعني كل الاسئله بتدور في اطار واحد صح كده؟ هو كلهم بالنسبه للتصبغات الجلديه احنا بنقدر نعتمد على الوايت بيل. طيب الوايت بيل بنعتمد عليه مش بس في منطقه الوجه او الهالات السوداء او البقع الداكنه، ممكن نستخدمه على البشره وعلى الجسم كله بالظبط كده. فده احنا بننصحهم ان هم بيستخدموا الوايت بيل بامان، وفي نفس الوقت تاثيره وفعاليته هتكون سريعه جدا ان شاء الله. يعني في نهايه الحلقه بصراحه الوقت مر بسرعه جدا، وانا يعني سعيد بلقائي معاك يا دكتور علاء ودكتور احمد، وان شاء الله توعدونا بالمنتج الجديد في برنامج اخبار بلدنا. بشكر كل فريق الاعداد، بشكر مدير الاعداد الاستاذ هشام كامل بيومي، وبشكر كل ضيوفي وكل فريق اعداد وفريق عمل برنامج اخبار بلدنا. احبائي الكرام دمتم في امان الله، كان معكم سيد يوسف.